فضلك يا ولنا جود علينا وهديك من طه وشبار علينا. النقابه المستقله ارتأت انه تنظم هذه الوقفه هذه، طبيبات واطباء، حنا دعينا لجميع الاطباء وخا ما كينتميوش لينا، حنا شفنا ناس اللي ما منتميش للنقابه، وهذا يدل على شيء فيما يدل انه تعاطف جميع المغاربه، جميع المغاربه مع هذا الشعب الفلسطيني، وهذه الحرب الاباده التي تستهدف المدنيين، وتجاوز ذلك الى استهداف الاطر الصحيه، الاطباء والممرضين. هذه اظن في الحياه ديالي ما ريتش نحن ازيد من 50 سنه في العمر ديالي، ما عمرنا ما شفنا انه حرب كتستهدف المراكز الاستشفائيه والاطباء والممرضين. فهذه حرب كما قلتها ونعاودها، حرب اباده لشعب باكمله. الخطه ديال الملعون نتنياهو فهي باينه انه باغي ينحي هذاك الشعب من تما، وبالتالي فنحن نستنكر هذه الامور ونقوم بهذه الوقفه التضامنيه، والتي هي ما هي الا جزء من ما يقوم به الشعب المغربي من وقفات على صعيد المغرب وعلى صعيد الجهه. فتحيه نضاليه وجهاديه للاخوان في غزه، فهمتيني، ورحم الله شهداءنا، والله يشفي المعطوبين والمرضى، والله الموفق، حسبنا الله ونعم الوكيل. الفكر الصهيوني هو هذا، فهمتيني، لانه لا يعترف بالمواثيق الدوليه، لان هناك مواثيق تحدد حتى الحرب عندها كما كنقول اخلاقيات الحرب، اخلاقيات الحرب راه كاينه. ومشوا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك انه في الحال وصى الناس اللي اسميتو انهم النساء والاطفال والاشجار، امام الاشجار، الرسول صلى الله عليه وسلم الاشجار لا تقتلعوا شجره ولا تقتلوا طفلا ولا عسميه. ربما انه الاخوان ديال غزه تعاملوا مع الاسرى بما يكفي من الانسانيه، الا انهما هما شعب اقصائي، شعب ديال انه نكون ولا يكون معنا احد. فالحكومه المغربيه تمثل الشعب المغربي، والشعب يطالب بسقوط التطبيع، فخصها تلبي الرغبه ديال الشعب، وان لا تضع يدها في يد المسؤولين الاسرائيليين المجرمين، وتوقع معهم اتفاقيات الاقتصاديه والعسكريه، وهم يذبحون اخواننا واخواتنا واطفالنا في غزه الابيه. واشير الى ان هناك لائحه ركبت في الوقفه للتوقيع، وقعوا عارضه للتوقيع لاسقاط التطبيع، فالمرجو من الاخوان والاخوات يوقعوا عليها. نتنياهو يا جبان غزه لا تهان، نتنياهو يا جبان